السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعمل تسليح للكاميرا ديت، هو اوتوماتيك اول ما بتعمل اي كاميرا، خلينا نقول له بيم واقول له مثلا ارسم لي في الدور التاني وهنرسم مثلا من هنا لهنا، هو اوتوماتيك بيحط لها الكفر بتاعتها الريبار كفر اهوت. طيب لو انا عايز اغير في الريبار كفر دوت، هاجي هنا من استراكشر واقول له كفر وابدا اختار العنصر بتاعي. عندي اختيارين، لما اقول له بيك اليمنت يعني انا اختار الاليمنت كله واغير الاعداد بتاعته بالشكل دوت، اقول له انا عايز مثلا اخليه كله مثلا دوت. اول ما اعمل سيلكت تاني هتلاقي الاعداد بتاعته اتغير. طيب لو انا عايز اعمل مثلا من الجنب دوت او من الجنب دوت، هقول له كفر واقول له انا عايز اختار من الجنب، وهنا هتلاقي الاعداد اللي انت عايزها ديسكريبشن وسيتنج، وتقدر تعملها دوبليكيت اوقات. اقول له مثلا انا عايز الجنب دوت وابدا اختار المعلومه اللي انا عايزها. لما تعمل سيلكت هتلاقي اتغير بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز اعمل التسليح، تقدر تعمل التسليح في البلاين او في السكشن او في 3D بشكل خالص. هتقول له ريبار وتبدا تشوف الاعداد بتاعتك. طيب خلينا نيجي في البلاين اهوت، واقول له انا عايز اعمل التسليح بتاعي، فبيبدا يقول لك اختار الشكل اللي انت عايزه. فبقول له مثلا اختار الشكل دوت، وتبدا تقول له انا عايز مثلا، ممكن تقول له انا عايز current work plan او near cover reference بالشكل دوت، وتقدر تحطه بالشكل هنا. عايز اقول له barrel بالشكل دوت، او اقول له انا عايزه barrel to cover، او عايز اقول له بارل تو كفر بالشكل دوت زي ما انت عايز. انا هنقول له بارل تو ورك بلان. طب انت عايز تحط سيخ واحد ولا فيكسد نمبر؟ يعني اقول له مثلا حط لي 3 اسياخ في الجزء دوت، مثلا 3 كده اهوت، او اقول له انا عايز ماكسيمم سبيس اديله السبيس، او النمبر مع السبيس، او مينيمم كلير سبيس. طيب لو عملنا سيلكت على دول الاثنين دول، هدخل هنا في الفيو فيزابيلتي ستاتس واقول له انا عايز اشوفهم في 3D، وكمان عايز اشوفهم في الدور اللي انا فيه اللي هو الدور الثاني، موجودين اهم، ولو موجودين في الدور الاول ممكن تعلم عليهم. اوكي طيب ممكن برضو ناخد سكشن عشان نشوف الشغل دوت هيبقى عامل ازاي. طيب في 3D اهو تقدر تعمل سيلكت على مثلا دوت وتقول له لا ده انا مش عايزهم 3، ده انا عايزهم 4 مثلا، يبدأوا يزيدوا معاك بالشكل دوت. تقدر تاخد كوبي ويبقى موجود معاك في النص، يعني ممكن تاخد دوت برضو. كوبي اهو. طيب او ممكن تبدأ تعمل سيلكت عليهم. طيب دلوقتي بقى هقول له انا عايز اعمل الريبار، خلينا في التو دي، اقول له الريبار واقول له انا عايز مثلا حاجه بالشكل دوت، الشيب دوت اهو. طيب هنا هو بيحط هنا فين للعمود؟ لا انا عايز احط هنا العمود دوت. ممكن تبدا تقول له انا عايز يتحط بالشكل دوت. لا انا عايز اقول له انا عايز هنا، واقول له بارل تو كفر يحط لي بالشكل دوت. طب ده عمودي اهوت، تبدا بقى تختار الاماكن اللي هتحط فيها، وممكن تاخد كوبي بيست عادي يعني، او تعمل له كوبي وتحركه زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز سنجل، انا عايز لا عايزهم اكتر من واحد بالشكل دوت، تمام، وتلغي دوت وتعمل سيلكت عليه عشان يظهر معاك في 3D، عشان ما يظهرش في كل الفيوهات، لان لو ظهر كل الفيوهات هيضايقك، يبقى حاجه بالشكل دوت وتقدر تعدل فيهم. يعني الخط ده تقدر تدخل تقول له انا عايز اعمل ايديت للسكتش وترسم اللي انت عايزه، مثلا لاين بالشكل دوت من هنا لهنا مثلا، وهو اوتوماتيك اول ما الشكل يكمل هيبدا يعملها لك
في كيرف كده، وبرضه نفس الفكرة الكائنة دي تقدر تعمل لها edit sketch وتعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن تقول له شو قول، او زر لي اول واخر واحدة، او زر لي الحاجات اللي هي في النص. ممكن تقول له اول كائنة دي انا مش عايزها، تشيل العلامة من دي وتشيل العلامة من دي، والباقي بس هو اللي يكون موجود بالشكل دوت حسب التصميم بتاعك.